علاش؟ حنا الحمد لله عندنا اغلبيه. لا 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 الحمد لله، ما الحمد لله لا نعيش هذه الحالة. ضعيف في أذهان البعض أو ما يروج له البعض وما يريد أن يروج له البعض من وسائل الإعلام بالخصوص ومن بعض المنافسين، حتى لا أقول الخصوم. لا الحمد لله نحن في أغلبية حكومية، طبعا ماشي حزب واحد، طبعا أحزاب متعددة. داخل الحزب الواحد كيكون الاختلاف، ما بالك استدي الأحزاب في الحكومة. نحن الآن كنسيروا عندنا الرئاسة في 200 جماعة، وكثير منها فيها تحالفات مع أحزاب أخرى، وكنساهموا في التسيير في حوالي 700 جماعة بأحزاب مختلفة وبأطياف مختلفة. فلذلك هذه العزلة في أذهان أصحابها، أنا دائما كنقولها بحال هذاك الجحال اللي خلق النكتة ديال الزردة ومن بعد أمن بها. عارفين هذيك النكتة معروفة؟ جحا تلاقى مع القبيلة ديالو، قال لهم راه كاين واحد الحفلة خصكم تمشيو لها. الناس صدقوه بقوا غاديين، من بعد هو صدق راسه قال بشافهم غاديين تبعوهم. فلذلك نفس القضية يقوم بها بعض وسائل الإعلام، يخلقون وهم، يعني بعض وسائل ما كنقولش أنتم، وهم فعن عندهم، وبعد ذلك يبنون عليه تحاليلهم سرعان ما تنهار هذه التحاليل مع الواقع. اللي مهم بالنسبة إلينا هو أن في الحياة السياسية تكون أحزاب قوية، هذا هو اللي مهم كما قلت في الكلمة ديالي، أن تكون نقابات قوية، أن يكون مجتمع مدني قوي. فيه جوج ديال الفوائد. الفائدة الأولى هو الوطن، أن الشعب المغربي والوطن يختاروا أحسن ما موجود في الحياة السياسية من اللي كيكون يعني هذه القوة في الحياة السياسية. بمعنى العروض ديال الأحزاب والعروض النقابات والعروض المجتمع المدني فيها فائدة للوطن، وهكذا يتقوى الوطن. قوة الأحزاب السياسية من قوة الوطن، وإضعاف الأحزاب السياسية من إضعاف الوطن، والأمثلة متعددة والوقت لا يسمح. بما فيها الدول الديمقراطية اللي الآن تنهار فيها أحزاب تقليدية، والآن الدولة فاص فاص مع الفراغ، ولذلك كنعتقد هذا شيء مهم. الشيء الثاني هو أنهم اللي كيكون قوة الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والفاعلين يقع التنافس أون تير فير لوغ، كيولي التنافس على 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 أرقام، على على نتائج مهمة، وليس التنافس على الضعف. كنولي كنتنافسوا على القوة وليس التنافس على الضعف. وأنا دائما اسمح لي نقولها، كنشبهها بالبطولة ديال في كرة القدم أو في أي رياضة. ملي كيكون عندك واحد العدد ديال الفرق قوية كنستطيعوا تكون عندنا بطولة قوية، كتجيب جماهير، تغري الجماهير، تغري لي سبونسور، كيمكن لي يكون عندنا فريق وطني قوي. ولكن ملي كتكون عندك فرقة هي اللي مزيانة دائما ديال البطولة، في نهاية المطاف ما كتكونش يعني مسابقة، ما كيكونش واحد الجو متميز. ولذلك نحن نؤمن بضرورة قوة الأحزاب السياسية. شريطة لا تستعمل المنشطات المعروفة، يعني الدليل على أن المنشطات لا تفيد. هناك أحزاب اعتمد على المنشطات، أين هي؟ نبحث عنها فلا نجدها، منشغلة بذاتها ومنشغلة بأمور صغيرة. لكن الأحزاب اللي كتعتمد على رأسها وكتعتمد على تواصلها مع المجتمع ولا كتعتمد على الأداء ديالها، يمكن لها تخطأ، يمكن لها تصيب، يمكن لها دير إصلاحات ما تعجبش الناس، يمكن لها دير إصلاحات تعجب. ولكن المهم أنها حية قوية متفاعلة، تشتغل لصالح المجتمع، تعتمد على ذاتها، تقوي ذاتها، تحضر نفسها للحظات الحرجة بالنسبة للوطن وللحظات الحاسمة، وتحضر نفسها للاستحقاقات المقبلة.